تساؤلات حول النزاعات القديمة ديال المؤسسات الأجداد مع المواطنات والمواطنين، ثم بعض الديون والنزاعات اللي عندها أحكام ربما ضد هذه المؤسسات، كيفاش غادي يتم التعامل معها إن فقط تنقل أبارتين بالدنيا أخرى. ولكن الحمد لله الجواب هو أنه في الوثائق اللي تقدمنا فيها على أنه كل شيء يتنقل لهذه المؤسسات الجديدة بما فيها الماضي ديالها وبما فيها الديون ديالها وبما فيها المشاكل والنزاعات القديمة. دونك ابتداء من 1 أكتوبر في مجال الرئيسة دابا غادي يكون لي فاكتور لي بابي اون تيت كل شيء سميت الاس ار ام الجديدة، وبالتالي ما بقاوش نسمعوا بهذه المؤسسات القديمة. آخر نقطة ربما هي الأخوات والإخوة كانوا تقترحوا هذا الصباح عليكم التفكير في واحد الجسر ديال التواصل ما بين مجموعة الجامعات اللي حنا اليوم كنتكلموا فيها ولا اس ار ام اللي غادي تكون في المجلس الإداري الأسبوع المقبل، باش يكون واحد النوع من لا كوميونيكاسيون ما بين الليجان اللي غتكون داخل اس ار ام والليجان اللي غتكون هنا في مجموعة الخدمات، باش يكون واحد طون دو كوميونيكاسيون باش بحال واحد التتبع ديال شكون داكشي اللي كتقوم به لا اس ار ام، حيت لا اس ار ام هي اللي غتكون عندها التدبير اليومي ديال المشاكل ديال لا فاكتوراسيون. نظرا بعض الملاحظات في الصباح ما عقدتش تكون، ولكن بعض الملاحظات جاو على انه كيفاش غيتعاملوا مع لا كوبور، كيفاش غيتعاملوا مع بعض المشاكل اللي كانت قديمه. ولكن هذا التدبير هذا اليومي حنا ما عندناش لابليكاسيون فيه مباشره، ولكن ربما اترافيغ الليجان اللي كتشتغل يكون واحد النوع من الكوميونيكاسيون ما بين اس ار ام ومجموعه الجامعات باش نطالعوا المشاكل اللي تقدر تكون، وهذلك زعما باش نحسنوا الخدمه او جوده الخدمه ديال هذا المرفق اللي هو الضوء والماء والتطهير السريع. دونك هادو هما بعض النقاط بطبيعه الحال كان عندنا هذا الصباح التفاصيل كامله، شحال من طوموبيل، شحال من كاميو، شحال من فورغونيت، هذاك الشيء كلشي مكتوب بروفاس با بروفاس كومي با كومي. دونك الاخوات والاخوة الحمد لله طلعوا على كل شيء المعطيات حتى ما يكفي، والحمد لله كانت واحد مسؤوله وايجابيه جدا. ومن بعد كانت التوصيات ديال السويت حل هذا البروتوكول لما هو الا بدايه ديال واحد التجربه جديده ان شاء الله، مازال غادي يكونوا تحديات ومشاكل، ولكن اليوم ان شاء الله كنعملوا على البدايه.